الفقرة، وأنا بوعدك قبل ما نطلع منها هجيب لك ماما إن شاء الله بعون الله تعالى. انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يخليكي للغلبة يا دكتور، لا أعوذ بالله، ده ربنا ربنا يبارك مش لنا أنا. في حضرتك يا والله رب. يا حبيبتي أنا ما فيش حاجة بإيدي، ده رب ربنا، إحنا بوسطجية عند ربنا. الحمد لله لا الحمد قولي لله. لماما حاجة. يا رب تيجي بالسلامة يا ماما، يا رب تيجي بالسلامة، وربنا يديك الصحة لغاية اما اشوفك واقدر اخدمك وتقومي بالسلامة. يا رب عوضك اللي انت شفتيه في الغربة. معلش يا امي سامحيني سامحيني لو كان في ايديا حاجة، والله يا دكتورة ما كنت اتأخر، بس انا غلبانة وربنا اعلم انا ظروفي عاملة ازاي، بس الحمد لله عشان ربنا كرمني بحضرتك والله يا دكتور. طيب ربنا يعني يخليكي. مشاهدينا، يعني أنا في نهاية فقرتنا النهاردة، أنا نفسي إنه كل ابن وابنة عندهم أب وأم بيعاملوهم وحش إن هم يشوفوا يعني الخير اللي في الست دي اللي ما عندهاش تملك حتى تصرف على نفسها هي وابنها، إنها بتعمل المستحيل مش بس عشان تشوف والدتها، عشان تاخد رضا والدتها وتعيش بيه، لأنها الست دي فاهمة إنه الجنة والكنز كله والغنى كله هو عند والدتها، رغم إن والدتها أنا بعتب عليها عتاب شديد بأن هي سابتهم ومشيت، بس قدر الله ما شاء فعل. وإن شاء الله مشاهدينا في القريب العاجل هنلتقي جميعا مع والدة الأستاذة نسرين بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل بقية فقرات حلقتنا النهاردة.